يا صاحب الفخامة توفيلوس، كتبت لك في كتابي الأولاني عن كل اللي سيدنا عيسى كان بيعمله وعن تعاليمه من بداية رسالته لحد اليوم اللي اترفع فيه للسماء بعد ما بلغ وصاياه بتأييد من روح الله تقدس وتعالى للحواريين اللي اختارهم. وكمان كتبت لك عن ظهوره ليهم بنفسه بعد موته وقيامته لمدة 40 يوم علشان يثبت لهم بالأدلة إنه قام حي من الموت فيمحي شكوكهم. وكان بيعلمهم في 40 يوم دول عن مملكة الله، وفي مرة لما كان بياكل معاهم وصاهم وقال لهم ما تسيبوش القدس لكن استنوا فيها لحد ما يتم وعد الله الآب الرحمن ويبعت لكم روحه تقدس وتعالى زي ما قلت لكم. فالنبي يحيى كان بيطهر الناس بالتغطيس في المية، أما أنتوا فروح الله هتفيض عليكم وتطهركم قريب جدا. وفي مرة سيدنا عيسى قابل الحواريين فسألوه يا مولانا هل في زماننا ده هتحررنا وترجع الملك لبني يعقوب؟ فرد عليهم وقال ما يصحش إنكم تعرفوا الأوقات والمواعيد دي اللي حددها الله اللطيف الخبير، دي أمور تخص الله وحده، بس روح الله تقدس وتعالى هتحل عليكم وتقويكم علشان تقدروا تكونوا شهود ليا في القدس وفي كل مناطق يهوذا والسامرة وفي العالم كله. وبعد ما سيدنا عيسى خلص كلامه ده مع الحواريين رفعوا الله للسماء قدام عينيهم، وبعدين غطيته سحابة عن أنظارهم. وهم لسه باصين في السماء ظهر لهم ملاكين على هيئة 2 بني أدمين لابسين أبيض فأبيض، وقالوا لهم يا جماعة يا جليليين انتوا ليه واقفين تبصوا كده للسماء؟ سيدنا عيسى ده اللي رفع من وسطكم هيرجع بنفس الطريقة اللي شفتوه طالع بيها للسماء.